السلام عليكم. ثم أعمال ربي أمرنا بها وهو يعملها، كيف مثلا العدل، الكرم، الإحسان، وثم أعمال نهانا عليها وهو حرمها على نفسه، كيف الظلم حين يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم عمل ربي سبحانه بدأ فيه بنفسه، قرر نعمل فيه، ثم قرر الملائكة تعمل فيه ويا مؤمنين أعملوه. شنو العمل هذا؟ هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تصور كيفاش معنا ملائكة ربي كلها تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم العبيد كلهم المؤمنين الطائعين يتبعوا في أمر ربي سبحانه ويصلون على محمد إلا لقيمة محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة من عند ربي سبحانه، إيش معناها ربي يصلي على محمد؟ يعني يرحمه ويرفعه. والصلاة من عند المسلمين هي دعاء ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. فتصلي على محمد صلى الله عليه وسلم تتناغم مع الملائكة المسبحين بقدس ربي سبحانه. كيفاش تصلي على النبي؟ سأل واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تغفر الذنوب، ترفع المقام، وتزيد حبنا لنبي الإسلام والسلام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صلي وسلم عليه ما ذكرك وذكره الذاكرون، وصلي وسلم عليه ما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. هذه آيات فيها عبر قول الرسول خير البشر، قولك إشارة من نفحات أجمل سر، اغنم صفاتك سبدو.